يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عرف بعضهم الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقلة الطاعة، فقالوا بنقصان الإيمان بقلة الطاعة، فهل يصح ذلك؟ المعصية يكفي المعصية، المعصية هي قلة الطاعة. وأنا قلت لكم كم مرة لا تحدثوا أقوالا تخالف أقوال السلف، لا تزودون على كلامهم، لا تنقصون، لأنهم أعرفوا منكم وأعلموا منكم، فلا تزيدوا أبدا. هذه عقائد ما يجوز الإحداثات فيها والتلاعب فيها. نعم.